احنا الاحزاب الوطنيه كلها اسلاميه، نعم، وكلها عندها امتداد من هذه التربه الوطنيه، ما كاينش حزب اسلامي وحزب غير اسلامي. بالنسبه الينا، شنو النموذج اللي تعيشه المغرب؟ شنو هي القوه المغرب؟ قوه المغرب في التنوع الثقافي. حتى شي واحد ما يمكن يقول انا امازيغي اصلا او انا عربي اصلا. كاين اللي كان امازيغي وصبح عربي، وكاين اللي عربي وصبح امازيغي، بل قبائل بكاملها تعربت قبيله اولابا، اول قبيله امازيغيه واللي هي بيعات مولا ادريس منذ 12 قرن راه اصبحت عربيه اليوم، اللي هي قبيله البرانيس امتازه. اذا هي الاصل ديال الشيء، لا الاصل. اذا القبائل امتزجات، وهذه القوه ديال المغرب. ثانيا، احنا بالنسبه لنا يمكن الدول العربيه، ما حدث في تونس او ليبيا او مصر او الان في سوريا. بسوريا او علاش؟ لان كان الحزب الوحيد، كانت ديكتاتوريه الانظمه، ولكن كانت ديكتاتوريه انظمه معتدله. اليوم اصبحت ديكتاتوريه انظمه متطرفه. هذا الفرق. المغرب شنو هي قوته باش هذا الشيء تستبعدوه في المغرب، بل تندافعوا باش ما يكونش، وسنواجهه باي طريقه من الطرق. هو قوتنا في تعددنا السياسي والنقابي. كاين احزاب سياسيه، يعني المغرب بحال واحد الدار اللي عندها السواري ديالها وعندها بناء صلب، وليس الدار من زجاج. كاين بناء، الحمد لله. كاين احزاب، كاين مواطنين، كاين وطنيين. المتطرفين كاينين في كل حزب من الاحزاب، كاين المعتدلين وكاين المتطرفين. ما نقوم به اليوم هو تقويه جناح المعتدلين من اجل الخروج من هذه المرحله اللي تعيشها العالم العربي والعالم ككل، اللي تعيش هذه الفتنه، والفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. احنا بالنسبه الينا، العمل اللي تقوم به اليوم هو الحفاظ على الاستقرار والامن ديال الوطن ديالنا. كذلك قوتنا في المغرب بالاضافه لتعددنا السياسي هو نظامنا الملكي، الدستوري، الاجتماعي، الديمقراطي، البرلماني. هذا النظام لكل ما كان هناك خلاف كبير، الا تيكون واحد الحكام، تيكون واحد الرمز اللي تيلتجأ له الجميع. الشعب المغربي مع استقرار، والشعب المغربي مسالم، والشعب المغربي دائما تيطمح الى الافضل وعلى الاحسن، ويؤمن انه الافضل والاحسن هو في الاصلاحات السياسيه بسلاسه.